السلام عليكم يا أول، كيف حالكم حبايبي؟ اليوم إن شاء الله رح ناخذ الدرس الرابع بعنوان الكسر كجزء من مجموعة. بدرسنا اليوم يا أول رح نتعرف كيف نكتب الكسر، ونحن أخذناه في الدروس الماضية في درس النصف ودرس الربع، لكن تعالوا نتفرج مرة تانية لحتى نتعلم ونصير كلياتنا شاطرين وأبطال في كتابة الكسر. أنهت غادة تلوين حلزونين من 4 حلزونات في دفتر الرسم، ما الكسر الدال على ذلك؟ يعني يا ماما كان في عنا 4 أشكال لرسمة الحلزون متطابقة إلها نفس الشكل ونفس المقاس، وصديقتنا غادة أنهت تلوين واحدة منهم، ما الكسر الدال على ذلك؟ 1/4 ربع، رائعين، لأنه هي أنهت تلوين رسمة واحدة من 4 رسمات. طيب درسنا اليوم يا أبطال رح نعرف إن نحن بنعبر عن جزء من مجموعة باستعمال الكسور. المجموعة الأولى يا ماما أنا عندي 4 مثلثات متطابقة، لكن أنا لونت 1 لونه أحمر، فالكسر الدال على ذلك هو ربع، 1/4. لونت أنا مثلث 1 وعدد المثلثات كلياتها 4، إذن الكسر هو ربع. نفرج على الصورة الثانية، أنا عندي مربعين 2، لونت منهم 1، فالمجموعة اللي لونها أحمر هو النصف، يعني 1/2. أنا لونت رسمة واحدة مربع 1، وهم عددهم مربعين 2 متطابقين. تعالوا نتفرج على الصورة، أكتب الكسر الذي يعبر عن عدد الأجزاء الملونة. نتفرج يا ماما على الصورة، عندنا صورة كرة فيها 2 جزئين متطابقين، لكن أنا ملون جزء 1 منهم، يعني أنا عندي النصف 1/2، النصف 1/2. أما الرسمة الثانية أنا عندي مربع فيه 4 أجزاء متطابقة، وأنا ملون جزء 1 منهم، معناته أنا عندي الربع 1/4. تعالوا مع بعض نحل كتاب الطالب. أنا رح أحل السؤال يا ماما، وإنتوا أكتبوا عندكم قبل ما تحضروا الفيديو، يعني اعملوا ستوب، حلوا لحالكم بعدين شغلوا الفيديو وشوفوا حالكم صح أو خطأ. رقم 1، عدد الأجزاء الملونة كلياتها يا أول عندي أنا جزئين، لكن الجزء الملون أنا عندي جزء 1 ملون، فالكسر الدال على الأجزاء الملونة بالصورة الأولى عندي نصف. الرسمة الثانية، أنا شطورة على السريع بعرف إنه أنا عندي 4 أجزاء، وأنا ملون رسمة واحدة نجمة واحدة منهم، معناته أنا عندي ربع 1/4. رقم 3، أنا عندي 4 رسمات حلوين قلوب متطابقة، أنا ملونة رسمة واحدة منهم، معناته أنا عندي ربع. ورقم 4 يا حلوين، أنا عندي 2 جزئين متطابقين، وملونة جزء 1 منهم، معناته أنا عندي نصف. ألون جزءاً 1 من كل مجموعة، ثم أكتب الكسر الذي يعبر عن الجزء الملون. يلا يا أبطال لونوا رسمة واحدة، اختاروا رسمة ولونوها. نحن كم رسمة لوننا؟ لوننا رسمة واحدة. وكم عدد الأجزاء اللي بالصورة؟ 4 أجزاء، معناته أنا عندي ربع 1/4، الكسر الدال عليهم. رقم 6، عندكم يا ماما رسمتين 2 متطابقات إلهم نفس الشكل ونفس المقاس، اختاروا واحدة منهم يا أبطال ولونوها. كم جزء نحن لوننا؟ جزء 1، وهم كم جزء؟ هم 2، إذن أنا عندي نصف 1/2 يا ماما، 1/2. تعالوا نشوف السؤال، أيها مختلف؟ أحط المجموعة المختلفة مبرراً إجابتي، يعني يا أبطال أنا عندي 3 رسمات، بدي أكتشف الرسمة المختلفة. تعالوا نتفرج على الصورة الأولى، عندنا شكلين 2 متطابقين، 1 ملون، معناته الكسر الدال عليها نصف. الرسمة الثانية عندي شكلين متطابقين، نصف. أما الرسمة الأخيرة عندي 4 أجزاء متطابقة، 1 منهم ملون، الربع بس الملون، 1/4. إذن أنا شكل المختلف